الآن فندق. انتشر مرض يسمى مرض كورونا، ماذا نصنع؟ لابد أن نعتقد أن المرض ينتقل بإذن الله، لا ينتقل هو بذاته، لأن الله سبحانه وتعالى هو إذا مرض الإنسان الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفي. لا والله يمكن كل أن شيء نعتقد يعتقد الإنسان أن المرض هو الذي يأتي، لابد يأتي. لا، إذا جاء بقضاء الله قد يمرض قد لا يمرض، ماذا نصنع؟ تأخذ بالاحتياطات التي يقولها الأطباء مثلا، هذا أخذ بالأسباب مهم. تقول الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أقل شيء تقول دعاء، هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا قال هذا ينزل أي مكان، الآن ينزل في مدينة دولة من الدول، عندما تنزل الطائرة أو ينزل في مسجد أو ينزل في مطار أو ينزل في أي مكان، لو قال هذا الدعاء لم يضره شيء. والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظنا. كم من أناس وضعوا هذه الكمامات ومرضوا. لابد أن يكون يقينك بالله قوي، ولا عليك من هذا الكلام والأحداث. كم نضيع من أوقات في هذه الأخبار. طيب الآن بعض الناس يقول يأتي الموت الآن قريبا، طيب كيف تلقى الله وأنت على الذنوب؟ إذن تب إلى الله، ممكن هذا المرض نزل للذنوب، فنحتاج أن نتوب إلى الله، نستغفر، ندعو الله، نلتجئ إلى الله. ما يمكن أن يرفع هذا البلاء إلا بتوبة إلى الله. لا نخاف من أحد، لا نخاف من المرض، نخاف من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العافية والسلامة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله